صباح الخير للا دنيا. صباح النهار. عيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك. تدوسوا العيد بخير؟ الحمد لله الحمد لله. الله يخليك. نشارك معك اليوم واحد البريوات بالكفته والخضر. اها مرحبا. بريوات بالكفته والخضر. ايه واحد واحد المقله كنديروا شويه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون كنشحروا فيها واحد جوج بصلات مقطعين شمالوف. جوج بصلات ايه مقطعين مشمشين. وكنزيدوا عليها واحد جوج فلفلات حمرين حتى هما مقطعين طويل. جوج فلفلات حمرين مقطعين بشكل طولي. وجوج مطيشات مقشرين. جوج مطيشات مزريعة مقشرين ومحيدة لهم مزريعة ومقطعين تاهما مربعات صغيرة. كنخليو هادشي كامل كنديرو في دفعة واحدة وكنخليو حتى كيطيب. كنزيدو مليحة وكنزيدو بزار وكنزيد واحد كنزيد واحد نص كيلو ديال الكفته ديال البقر وكنخلطوها مع مزيان حتى كطيب. نص كيلو كفته. ملي كطيب الكفته في اخر مرحله كنزيدو شويه ديال الحبق وشويه ديال الزعتر. الحبق والزعتر ايه. صافي كنخلي حتى كتشرب مزيان كتنشف من الماء اللي تلقات الخضره وتلقات الكفته. كنخليوها تبرد شويه. كنجيبو الورقه ديالنا كنقطعوها أشرطة كنحطو فيها شوية من هداك الخليط. وكنحطو فوق منها واحد الحفينة ديال المهم غير شوية واحد شوية ديال الموتزاريلا. موتزاريلا صافي كنلويها على شكل مثلثات راه كتجي زوينة يعني قوتا المطبخ الإيطالي راها زوينة صراحة. اللي بغا يقليهم يقليهم اللي بغا يدخلهم فران يدخلهم فران. وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك وشكرا ليك على الاتصال وتحية لكل الناس اللي كيتواصلوا معنا وكي يستفدوا من هذه الوصفات اللي كنقدموا. شكرا لك لاله نعيمه وتحيه للناس ديال الدار البيضاء 055 30 40 11.